كابتن طارق، هنتكلم بقى مع بعض عن اللعيبه التوانسه المتواجدين في النادي الاهلي. علي معلول او محمد خريستو اللاعب الناشئ الجديد، هما كمان في قائمه النادي الاهلي لكاس العالم. حابب اسمع تعليق حضرتك عن علي معلول، احد اساطير النادي الاهلي حاليا كمان دلوقتي. يا أسطورة علي معلول، حتى مع في تونس لما كان في النادي الرياضي التونسي واضح أن اللاعب هذا بيكون عنده مستقبل كبير في كرة القدم، لأنه يعني لاعب عنده إمكانيات، باش يلعب مدافع، باش يلعب في وسط الميدان، باش يلعب مهاجم، إمكانياته الفردية مش متاع مدافع. وأعتقد أنه علي معلول مشى للفريق اللي يتماشى مع إمكانيات النادي الأهلي، فريق هجومي بامتياز وفريق يلعب الألقاب واحسن فريق في افريقيا، ولهذا تحسن كثير علي معلول في النادي الاهلي، واليوم اصبح اسطوره من اساطير الكبار في النادي الاهلي. اتمنى له النجاح والتوفيق رغم تقدمه في السن، لكن محافظ وهذا يهم جدا. واعتقد ان علي معلول اصبح قدوه للاعبين الشباب خصوصا التوانسه، لان اللاعب هذايا محافظ على مستواه. اللاعب باش يحافظ على مستواه يعني عاطي قيمه كبيره لكره القدم. لما تعطي كرة القدم القيمة اللي تستحقها بطبيعة الحال تنزل، وأعتقد أن حاليا علي معلول استفاد من النادي الأهلي، والنادي الأهلي استفاد كثير من علي معلول.